مساء الخير بنات، اليوم محاضرتنا للصف الأول المتوسط وياكم السيسة سارة عبد الزهرة. أخذنا بالدرس الماضي المجهر وعرفنا المجهر وعرفنا شنو خصائصه وشنو أنواع المجاهر، وأخذنا منجزات العالمين فان ليفنهوك ولويس باستور وكيف أسهم هؤلاء العلماء في تقدم علوم الأحياء كعلماء أجانب. اليوم راح ناخذ دور العلماء العرب في تطور علم الأحياء وكذا وين في الحضارة العربية والإسلامية. راح نجي أول عالم راح ناخذه ابن النفيس، راح أول شيء أعدد منجزاته. أول من اكتشف الدورة الدموية الصغرى، ثانيا مهده الطريق للعالم الإنجليزي ويليام هارفي الذي اكتشف الدورة الدموية الكبرى. هاي ما أهم منجزات العالم ابن النفيس، راح تقولين اكتشاف الدورة الدموية الصغرى، مهده الطريق للعالم الإنجليزي ويليام هارفي في اكتشاف الدورة الدموية الكبرى، أو شئتي بتشها فراغات من العالم اللي اكتشف الدورة الدموية الكبرى، راح تقولين ابن النفيس. من العالم الإنجليزي اللي اكتشف الدورة الدموية الكبرى، راح تقولين العالم ويليام هارفي. راح نجي على العالم العربي المسلم اللي ساهم في تطور علم الأحياء، العالم هو ابن سينا. أطلق عليه لقب، أولا أطلق عليه لقب الشيخ أو شيخ الرئيس وأمير الأطباء، إلى لقبين يعني شيخ الرئيس وأمير الأطباء. ليش أطلق عليه؟ كتعليل يجيك بسيط، راح تقولين بسبب إسهاماته المهمة في مجال الطب. زين راح نكمل هسه منجزاته. ثانيا، ما القانون في الطب؟ شو هذا القانون في الطب؟ شنو بي؟ شو يشمل لي على وصف العديد من الأمراض وأعراضها، طرق التشخيص، كيفية العلاج. زين راح أكمل منجزات اللخة. ثلاثة، شخص أمراض اليرقان أو ما يعرف بالتهاب الكبد الفيروسي، وكذلك مرض التهاب السحائي. إذن ثلاث منجزات عنده، أول شيء اللقب مالته الشيخ الرئيس أو أمير الأطباء، وضع كتاب اسمه القانون في الطب، وشخص مرض اليرقان وسحايا الدماغ. راح أسألك شيء على ماذا يحتوي كتاب القانون في الطب؟ كل حد يقولين السيد راح يشمل لي على الوصف العديد من الأمراض وأعراضها، طرق التشخيص وكيفية العلاج. راح نأخذ العالم العربي المسلم الثالث، هو ابن البيطار. أول شيء بين من تخصص أو منجزات نفس العلماء الباقين اللي أخذناهم، راح تقولين أولا تخصص في علم الدواء والصيدلة وبرز في علم النبات، ثانيا برز في علم النبات، ثلاثة وصف العديد من النباتات وقام بتصنيفها ودراسة خصائصها الطبية والدوائية من خلال رحلاته إلى اليونان والهند ومختلف البلدان في كتاب، وجمع هذه الخصائص في كتاب هو فراغ، راح تقولين الجامع في علم الدواء. وراها ثالثا، أربعة العفو، ترجمة ابن البيطار العديد من الكتب اللي باليونانية والإغريقية إلى اللغة العربية لكي تدرس في المدارس والجامعات في الأندلس. إذن راح نرجع نعيد منجزات العالم. هسه راح نجي، راح أدرس أنا بعد ما اكتشفت أنا المجهر ومساهمة العلماء، راح أجي أعرف الخلية، أجي أعرفها. شنو تعريف الخلية؟ هذا يصعد التعريف وياش للثالث وللسادس إعدادي. شنو تعريف الخلية؟ هي أصغر وحدة تركيبية وظيفية في جسم الكائن الحي. شنو تعريف الخلية؟ هي أصغر وحدة تركيبية وظيفية في جسم الكائن الحي. زين كيف تمكن العلماء من رؤية أو مشاهدة الخلية من خلال حتقولين ست أصلا هذا الدرس من الدرس الماضي لازم أعرفه أني، من خلال المجهر تمكن العلماء من رؤية أو مشاهدة الخلية وتفاصيلها الدقيقة، حتقولين من خلال المجهر. زين منو أول عالم شاهدة الخلية؟ راح تقولين العالم أنطوان فان ليفنهوك، هو نفس العالم فان ليفنهوك اللي صنع عدسات تكبر 270 مرة، اللي درس عينات من جسم الإنسان، ها كله أخذناه بالدرس الماضي. إذن أول من شاهدة الخلية بواسطة المجهر، راح تقولين العالم فان ليفنهوك أول من شاهده تحت المجهر. راح نجي منو استخدم مصطلح خلية؟ هذا مصطلح هو تمكن من مشاهدته، لكن من أطلق مصطلح خلية؟ راح تقولين العالم روبرت هوك هو أول من استخدم مصطلح خلية. من خلال شنو؟ من خلال دراسة لنماذج من خلايا الفلين تحت المجهر. راح يرجي ويسألك هنا بنهاية الكتاب من هو العالم الذي شاهد الخلايا الحية أول مرة؟ الجواب كلش سهل ومن الدرس الماضي احنا نعرفه. راح تقول شافوا تراكيب الدقيقة، استخرجوا العلماء أفكار جديدة ورئيسية حول الخلية. شنو هاي الأفكار يا بنات؟ اسمها النظرية
نظرية الخلية، وهي نفسها بصف السادس إعدادي. نظرية الخلية، شنو هو نظرية الخلية؟ إنه جميع الكائنات الحية راح تتكون من خلية أو أكثر، جميع الكائنات الحية تتكون من خلية واحدة أو أكثر. زين، يجي الثانية شو تقول؟ يقول إن الخلية الوحدة الأساس في التركيب والوظيفة لدى جميع الكائنات الحية، لأن كل الكائنات الحية تتكون جسمها يا أما من خلية واحدة أو خليتين. كل الكائنات الحية راح تحتوي لي على هاي الخلية وحدة التركيب والأساس والوظيفة. زين، لا شو يقول لك؟ يقول إن الخلية هاي الموجودة عنك لازم تنتج من خلايا موجودة أصلاً. إذن تنتج الخلايا الجديدة من خلايا موجودة أصلاً، تمام؟ زين، هل هاي الخلايا متشابهة بالكائنات الحية كلها؟ لا، راح تقولين تختلف خلايا الكائنات الحية من حيث فراغ الحجم، اثنين الوظيفة والشكل. إذا راح تختلف من حيث الشكل والتركيب والوظيفة، ما راح تتشابه الخلايا نهائيا، وإنما تكون بنفس العضوية تتشابه، لكن بالأعضاء لا، أو بين الكائنات لا، راح تختلف من حيث الشكل والتركيب والوظيفة. زين، لكن جميع الخلايا سواء كانت الجسم متكون من خلية واحدة، من خليتين، سواء كانت بدائية، سواء كان، لأنه لازم تحتوي لي على البروتوبلازم. من ما يتكون البروتوبلازم؟ زين أمي، لازم أعرف منين راح يتكون البروتوبلازم. زين أمي، لازم أعرف منين راح يتكون البروتوبلازم. يتكون البروتوبلازم من الغشاء البلازمي، السيتوبلازم، والنواة. وعليه شوفوا، هذا اللي حدد لي شكل الخلية، هذا هو الغشاء البلازمي. تشوفون هذا الكرة الموجودة بوسط الخلية، هاي اسمها النواة. شوفوا هاي الكرة الصغيرة بداخلها، هاي النوية. تشوفون هذا التركيب اللي يربط لهاي النواة بالغشاء الخارجي، شوفوا هذا البرة، هاي اسمها الشبكة البلازمية. شو اسمها بنات؟ الشبكة البلازمية. هذا الأصفر الموجود كله اللي يحتل الخلية كلها، هذا اسمه السايتو بلازم. شوفوا هاي، شوفون هاي الأنابيب الموجودة بالقرب من النواة، هاي شو اسمها؟ هاي اسمها الجسيم المركزي. بعدين راح أشرح لكم وظيفة كل وحدة من عندهم. زين، أرجع وأعيد، هذا اللي حدد لي شكل الخلية، شرح أسمي الغشاء البلازمي الموجود بمركز الخلية، وأحيانا تندفع إلى جانب الخلية كما في الخلايا النباتية. هاي راح تندفع هاي الكرة بالوسط، هاي شو اسمها؟ هاي نواة. شنو موجود بداخلها؟ نوية. الجزء أو العضية اللي راح تربط بين هاي النواة وبين الغشاء الخارجي، هاي اسمها الشبكة البلازمية الداخلية. وعندي نوعين من عدها هنا، من بينه شبكة البلازمية الداخلية الخشنة والشبكة البلازمية الداخلية الناعمة. شوفون هاي الأكياس وأنابيب الموجودة بالقرب من النواة بنات، هاي اسمها جهاز كولجي. بعدين أقول لكم شنو وظيفته. شو اسمه؟ جهاز وان الشكل اللي من الداخل يكون كثير الطيات بنات. هذا هاي العضية اسمها بيوت الطاقة، أو نسميها الميتوكوندرية. شو اسمها بنات؟ الميتوكوندرية. هاي النقاط تشوفوا، هاي النقاط الحرة الحركة داخل الخلية، هاي اسمها الرايبوسومات. شو اسمها بنات؟ الرايبوسومات. تشوفون هاي الأكياس الصغيرة موجودة داخل الخلية، هاي اسمها الفجوات. شو اسمها؟ الفجوات. زين، قلنا إذا سايتوبلازم والنواة والغشاء ثلاثتهم المن يرجعون إلى البروتوبلازم. ما راح يتكون البروتوبلازم من سايتوبلازم، النواة، الغشاء البلازمي. المطلوب منكم يا بنات ترسموا لي هذا، وترسموا لي شكل خلية البصل تحت المجهر. باع عليها هاي كل وحدة من هاي المربعات الصغار المستطيلات، هاي عبارة عن خلايا، هاي النقاط الموجودة بالداخل، هاي عبارة عن أنوية. إذن هاي كلها خلية، هاي خلية كلها مجموعة يعطيني نسيج، نسيج البصل. هاي الخلية تحتوي لكلهم بعض، هاي الدوائر الصغار بطنها هاي النواة. هسه راح أجي أعرف الغشاء البلازمي. غشاء حي رقيق جدا يحيط بالسايتوبلازم. بعض هذا السايتوبلازم الأصفر الفاتح، هذا من يحيط به من الخارج؟ الغشاء البلازمي. زين، وزين هسه راح ماني راح أعرف، راح أرجع أعيد لكم الوظيفة مات، التعريف مات. راح يبدي انه هو الغشاء حي رقيق جدا يحيط بالسيتوبلازم ليحمي مكوناته من المؤثرات الخارجية، ويتحكم بدخول وخروج المواد من وإلى الخلية، يمنع انتشار السيتوبلازم إلى خارج الخلية. يجيك فراغات، يتألف الغشاء البلازمي من فراغ وفراغ. ايش راح تقولين؟ من مواد دهنية وبروتينات. هسه السؤال مش موجود عندك بنهاية الكتاب، ما وظيفة الغشاء
البلازمي، كلش سهل. وظيفة الغشاء البلازمي راح تقولين أولا يحمي مكونات الخلية الداخلية من المؤثرات الخارجية، ثانيا يتحكم بدخول وخروج المواد من وإلى الخلية، ثلاثة يمنع انتشار السيتوبلازم إلى خارج الخلية. يعني ثلاث وظائف هي من وظيفة الغشاء البلازمي. زين، يجي يقولك السيتوبلازم هو أكثر، هو المادة الأكبر بالخلية يشكل ليها، وتنغرس فيه جميع العضيات. شوف كل العضيات وين موجودة؟ داخل هذا المادة الصفراء اللي هي السيتوبلازم. زين، مين راح يتكون؟ زين، هذا تعريف مادة شفافة ولامية، تتكون من ماء وبروتينات ودونها يهمج فراغات، وتنغرس فيها جميع العضيات الخلوية. العفو. نيجي على النواة. شوفوا هاي النواة الصغيرة كبرتها هنا، شوفوا ايش تحتوي غشاء النووي. يحتوي على ثقوب بورز، هاي يدخل من عندها المواد الى داخل النوية، وكذلك يخرج من عندها المواد. تاخذوها ان شاء الله بالسادس. زين، بالداخل ايش يوجد عندي؟ يوجد عندي النوية اللي هي هاي الصغيرة اللي هياتها. زين، عيني نوية وغشاء نووي، عيني نوية وغشاء نووي، وهاي المادة بالداخل اسمها العصير النووي، الشبكة الكروميتينية الداخلية، وهنا مذاكر لكم اياها بس للمعلومات إضافية لكم. هسه راح أجي أعرف النواة. جسم كروي أو شبه كروي يتوسط الخلية ويحيط بها الغشاء النووي الذي يفصل محتوياتها عن السيتوبلازم، وتحتوي على سائل يعرف بالسائل النووي، وتحتوي على تراكيب تدعى بالنوية. خلوا ببالكم النواة الوحدة تحتوي هاي الكرة الصغيرة، هاي شوفوا الكرة الكبيرة اللي هي النواة، تحتوي بداخلها أما نوية واحدة أو أكثر حسب. زين، أو نوية واحدة أو أكثر. زين، شنو وظيفة النواة؟ نجي على وظيفة النواة. الوظيفة أولا تتحكم بجميع أنشطة. نجي على خلص تاني العضيات الأساسية اللي هي النواة والسيتوبلازم والغشاء النووي. نجي على الشبكة، نجي أهم العضيات الخلوية، العضيات اللي هي عضيات إيش راح تشمل لي الشبكة البلازمية الداخلية والكروموسومات، جهاز كولجي، الميتوكوندريا، الجسيمات الحالة، والأهداب أو الأصوات. نجي على الشبكة البلازمية الداخلية، راح تتكون لي من شبكة من الأنابيب والحويصلات محاطة بأغشية. شتح تتصل بالنواة من جهة وبالغشاء البلازمي من جهة أخرى. من ساعة من شوفتكم إياها بالرسم. زين، كم نوع عندي من الشبكة البلازمية الداخلية؟ عندي نوعين، الشبكة البلازمية الخشنة والشبكة البلازمية الملساء. شنو الفرق بين الشبكة البلازمية؟ هنا بنهاية الكتاب كاتب لك اياها، ما الفرق بين الشبكة البلازمية الداخلية الخشنة والشبكة البلازمية الداخلية الملساء؟ الجواب كلش سهل، لأن تحدون الشبكة البلازمية الخشنة تمتاز باحتواء سطوحها على الرايبوسومات، وهذا الجواب بس. أما الشبكة البلازمية الداخلية الملساء، من اسمها ملساء، لا تحتوي على الرايبوسومات. زين، هسه أنا أجي أعرف شنو فائدة هاي الرايبوسومات الموجودة على الشبكة البلازمية الداخلية الخشنة. هاي وظيفتها يا بنات تقوم بصنع البروتينات اللازمة للخلية. هاي أما تكون حرة الحركة بالسيتوبلازم، هسه من ساعة ما راويتكم إياها هياتها حرة الحركة، هاي النقاط الصغيرة حرة الحركة بالسيتوبلازم، باعوها هاي النقاط الصغار، هاي هي الرايبوسومات. أما تكون حرة الحركة أو راح ترتبط لي بالشبكة اللي هسه نيجي على الكروموسومات. شوفوها هاي هي النواة، داخل النواة هاي النوية، هاي اللي هنا هي الرايبو العفو الكروموسومات. لما أجي أكبرها تكون على شكل حرف إكس. شو تكون على شكل حرف إكس؟ كل هاي الكروماتيدان شقيقان، هذا واحد وهذا الثاني، يرتبطون عن طريق الجزء مركزي السنترومير. هذا بالسادس تاخذون ان شاء الله. نجي على الكروموسومات، شو اسميها؟ سميت الكروموسومات بالصبغيات، وذلك بسبب قابليتها على التلون عند فحصها بالمجهر. ليش سميت الكروموسومات بالصبغيات؟ بسبب القابلية على التلون عند فحصها بالمجهر. اجي اعرفها، الضيات تقع داخل النواة، وين موقعها؟ داخل النواة. شنو وظيفتهم؟ الوظيفة تحمل المادة الوراثية المسؤولة عن نقل الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء، وتكون بشكل ذراعين على شكل حرف X. تمام؟ يعني أجي على جهاز كولجي،
جهاز كولج للهيئات، شوفوا نكبر لكم اياها. دائما يوجد بالقرب من النواة، هي النواة الكرة الفاتحة توجد بالقرب من النواة، راح تتركب من اغشية او حويصلات توجد بالقرب من النواة. الموقع مالته شنو وظيفته؟ يجيك ما وظيفة جهاز كولجي؟ راح تقولين افراز العديد من المواد، الهرمونات، الانزيمات، السكريات المعقدة والبروتينات. شنو وظيفته؟ افراز. شنو وظيفته؟ افراز. يا شوف رزدك هرمون، انزيم، سكريات معقدة، بروتينات. نجي على الميتوكوندريا، واسميها بيوت الطاقه، باعوا لي حيات. نجي على الميتوكوندريا واسميها بيوت الطاقه، باعوا لي على شكلها بنات. شوفوا الغشاء الخارجي هي هاي شكلها شي يكون اسطواني، الشكل محاطه بغشاء مزدوج. الغشاء الخارجي يكون املس، باعوا الغشاء الداخلي كثير الطيات. راح تحتوي على غشائين، الغشاء الخارجي املس والغشاء الداخلي كثير الطيات، تمام؟ شنو وظيفته؟ مراكز تخليق الطاقة. شنو وظيفته؟ مراكز تخليق الطاقة.